35 نائبا في جلسة في البرلمان خصصت لطرح أسئلة شفوية على 3 وزراء: السكن، التعليم العالي والثقافة، فيما كان نصيب الأسد لقطاع العمران بكل برامجه وصياغه. انطلاق بداية حوالي 1,800,000 وحدة سكنية، هو الـ LPP لوكاسيون فونت عدل يمثل 19%، سكن المدعم LPA إن شاء الله تكون، ويبقى لنا السكن العمومي الإيجاري اللي شريحة كبيرة 37%. الوزير تمار تحدث عن استحالة مراجعة سعر السكن LPP الموجه إلى ذوي الدخل المرتفع أصلا، كما عرج على برنامج عدو الذي قال أنه يعني المكتسبين الذين دفعوا الشطر الأول والثاني فقط، ووعد بتسليم البرامج الممولة قريبا. LPP تراوح ما بين هذا البرنامج موجه لشريحة العمال دخل المرتفع، الخاص بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية بنسبة تتراوح بين 1 و5% فقط. إذن العملية مش عملية ربح ولا تجارية، إذا شفنا وقارناها مع التهيئة العقارية ولا السوق العقاري الخاص، أن هذه الصيغة من السكن جاءت للتكفل بالشريحة المذكورة سابقا من جهة، ومن جهة أخرى لتنظيم سوق العقار الذي كما تعلمون أصبح غير متحكم فيه، بحيث أصبح سعر السكنات في السوق العقاري الحر يفوق أحيانا ضعف سعر سكنات LPP. تمار دفع عن رؤية الوزارة للمجمعات السكنية والتي تعني بالجانب العمراني أيضا، وهو ما يؤخر حصولها لتذكير فيه 120,000 وحدة سكنية بين برنامج وكالة عدل. احنا لما جينا على رأس الوزارة كان في اختلال بين عدد المستفيدين اللي خلصوا لوفي وبين البرنامج، عنده لوفي لازم يدي البرنامج، وكان أكد عليها الوزير الأول لما قدم ورقة تاريخ تاع الحكومة 120,000 وحدة سكنية، 330 مليار دينار، راهي تقريبا 3.3 مليار دولار، لكن لازم ننتهي من عملية التصفية. قاتلنا تقريبا 91,000 راه فيها التصفية تاع الناس اللي داو لازم ما يستفادوش. 2018 لازم نتكلموا على البرنامج اللي راه ممول وغير منطلق، في أوت 87,000 وحدة سكنية من لاديال غير منطلقة. الوزير تمار تحدث مطولا عن عزم الحكومة المضي في كافة مشاريع السكن وتسليمها لمستحقيها، وهذا رغم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مع التركيز على ضرورة إعادة تنظيم سوق العقار وإطلاق صيغ جديدة قريباً.